بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نحن سعداء لهذا الاجتماع الذي تم، والذي نعتبره اجتماعا بكل المقاييس اجتماع ناجح، ونقول إن في هذه الجودة الأخيرة من الاجتماعات العتادية السياسية الأمنية المشتركة الغير عادية، وقد رجمنا كل شياطين العلاقات ما بين الدولتين لنفتح صفحة جديدة إن شاء الله بين العلاقة بين الدولتين الشهيرتين، علاقات ودية حميمة تراعي مصلحة المواطن في الدولتين. نحن حقيقة في هذه الحدود الطويلة التي تجمع الدولتين أكثر من 2100 كيلو، هذه الحدود الطويلة يعيش عليها عدد يعني كبير جدا من السكان في الدولتين، ونحن بهذه الإجراءات التي تمت اليوم نسعى لخلق علاقات، لخلق حدود مرنة تسمح بالتعامل والترابط ما بين الشعبين الشقيقين. ونفتكر إنه هذه الجولة جولة كانت مهمة وما مخرجاتها كانت مهمة. المسألة الأولى فيها إن إحنا سمعنا تقرير من قائد اليونسفا بما تم في الفترة الفاضية من تطبيق لما اتفقنا عليه في الجولات السابقة، وأظن هذا التقرير كان مبشرا وكان جيدا ويدعو لتفاؤل كبير إن شاء الله العلاقات ما بين الدولتين. وحتى الآن نعتقد أن اليونسفا وقائد اليونسفا يؤدون واجبهم يعني بمهنية عالية، ونحن نتمنى أن يستمر الدعم الدولي لقوات اليونسفا حتى تؤدي واجبها بالصورة المطلوبة إن شاء الله. المسألة الأخرى هي اللجنة الأمنية المشتركة الجديدة. هذه اللجنة أيضا كانت مهمة وهي بتتناسق مع اللجان الأخرى. نحن الآن عندنا لجان بتشتغل في داخل منطقة منزوعة السلاح، وعندنا اللجنة الخاصة بتشتغل في المنطقة 40 كيلو شمال وجنوب المنطقة منزوعة السلاح، وعندنا لجنة أخرى التي اتفقنا عليها اليوم وأجزناها. هذه اللجنة أيضا تنظر للقضايا التي تراعي تنفيذ الاتفاقية بتاعة التعاون وعدم الاعتداء والاتفاقيات الأخرى الأمنية التي وقعناها، وترعى ما خلف هذه الأربعين كيلو. وبذلك نكون يعني كوننا آليات كافية لترعى هذه الاجتماعات ولنضمن أن الاتفاقية إن شاء الله تمضي بالصورة المطلوبة. لكن أنا أفتكر أنه أهم من هذه الاتفاقيات هي هذه الروح التي سارت الاجتماعات، وهي هذه الإرادة السياسية المتوفرة ما بين قائد البلدين لتحقيق علاقات متينة ما بين الدولتين. وأنا أفتكر أنه يعني وإن عكس حقيقة روح الزيارة التي قام بها الرئيس البشير لجوبا، إن عكس هذه الروح على هذا الاجتماع فكانت خيرا لهذا الاجتماع، لأنه هذا الاجتماع كان اجتماع مهم وسارت فيه روح ودية. وأنا أيضا أشكر إخوتي بالجانب الآخر من دولة جنوب السودان لهذه الروح، ونتمنى أن الروح دي إن شاء الله هي التي سوف نبني عليها وهي التي سوف نعول عليها إن شاء الله لخلق علاقات متينة وقوية بين البلدين. نحن إن شاء الله يعني نريد من الإعلام أن يلعب في الدولتين دورا إيجابيا لتمتين هذه العلاقة، لأن الإعلام مهم ودور الإعلام مهم في أنه يخلق الجو المناسب للعلاقات المتنامية ما بين الدولتين. ونحن اتفقنا إن شاء الله اجتماعنا القادم كما قال أخي بول في حيكون بعد 30 يوم، هو اجتماع عادي، ومن بعد راح تضطر الاجتماعات العادية اللي ده هتكون كله 45 يوم. ونفتكر إنه نحن هنكون حريصين إنه هذه الآلية الجي بي اس ام إنه ترعى هذا الاتفاقيات التي وقعنا عليها وهذه الخراصات والقرارات التي وصل لها، حتى إن شاء الله نخلق علاقات متينة وقوية ما بين الدولتين. ونحن
حقيقة في الختام أريد أن أكرر شكري للأخ الرئيس أمبيكي والأخ الرئيس أبو بكر عبد السلام والأخ الرئيس بيويل الغير موجود حاليا والمجموعة الصديقة التي عاونت هؤلاء الرجال. حقيقة كان خلف هذا هؤلاء الرؤساء مجموعة مقدرة من إخواننا الموجودين في الخلف الآن بذلوا مجهود كبير جدا جدا وبذلوا معانا جهد كبير جدا في إنه أن إحنا يعني نصل لهذه الاتفاقات. فأنا أكرر شكري للأخوة الرؤساء الرئيس أمريكي الرئيس أبو بكر الرئيس بيويا والمجموعة التي سندوا في هذا العمل الكبير الذي يعني يؤدوه للقارة الأفريقية. ونفتكر إنه يعني من المهم أن ننظر لهذه التجربة الأفريقية الخالصة وهذا الجهد الإفريقي الخالص من هؤلاء الرؤساء ننظر لها بعين الاعتبار والتقدير لأنه قدرة الأفارقة على حل مشاكل إفريقيا في داخل إفريقيا وهذا الذي سعينا عليه في طول هذه الفترة أن تحل مشاكل إفريقيا في داخل إفريقيا. وافتكر أن الأخوة الرؤساء الثلاثة نجحوا نجاحا كبيرا ومنقطع النظير في أنه يخلق يعني يقودوا هذه السفينة سفينة العلاقات ما بين الدولتين إلى بر الأمان والسلام. أكرر شكري وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتكر احنا برضو من الحاجات اللي نسيناها في الابتداء انه مسألة المعابد من الحاجات المهمة جدا اللي توقعت اليوم المسألة تحت المعابد انا افتكر انه المسألة تحت المعابد التي وقعت اليوم مسألة مهمة جدا جدا. احنا اتفقنا على 10 معابد للتواصل ما بين الدولتين والمسألة كانت مهمة والمعابر يعني مشت بطريقة سلسة جدا جدا واتفقنا على امتى 8 من هذه المعابر هتكون هتفتح يعني هتبدأ العمل فيها فورا و2 من المعابر سوف يعدوا الترتيب اللازم. وافتكر هذه المعابر مهمة جدا لأن هذه هي حلقة الاتصال والوصل ما بين البلدين الشقيقين وإحنا هنكون حريصين جدا في انه هذه المعابر ان شاء الله نهيئ فيها كل الامكانيات التي تجعل هذه المعابر حلقات بتاع التواصل ما بين الشعبين. Of course, the request of the Excellency, I tried to say something in English. First, I think that we, by signing what you have signed today, and by having this meeting, we have killed all devils of the relation between the two countries. And now we are really opening a new page for two countries to live together and to create very soft borders, borders which we will connect the two peoples in the two countries together, because we agreed to have 10 corridors, we agreed to have a SDBDZ and to have mechanism for this area. We agreed to have mechanism for the 40 kilometers behind this SDBZ area. We agreed to have a third mechanism which is covering the non-aggression agreement and cooperation agreements and the area behind this. So by doing this, we have already created mechanism which can cover any kind of problem which can arise between the two countries. More than having this mechanism, it is the spirit of the two leaders in the countries and the spirit of the last meeting between His Excellency Salva Kiir and Bashir in Juba that gave us this encouragement and will create a very strong spirit to have a very strong and good relation between the two countries. Not only the mechanism, because behind the mechanism I think we have the will, the political will which will take the relation between these two, between the two countries forward. And I hope that by we will have the next meeting within another month
And then we have regular meetings. And I think now we will have all these mechanisms which we agreed upon will be functioning and will be operationalized. And by doing so, I think we have paved the way for very strong and good relations between the two countries. I would say that the three presidents, President Mbeki, and President Obak, and President Bayoya, they have done a good work. It was very tedious, it was very hard. They have spent very long times, days and days, far from their families, being here in Addis, but they have done a good job. I think they have made a very concrete stone in the building of, how we as Africans, we can solve our problems. The very good thing is that this mechanism, it is an African mechanism, it's an African will, and it's an African way of solving the problems. I think by this success they made in solving and building the way between Sudan and South Sudan, I think we have made a very good lesson for all Africans that we can solve our problems with our own leaders, and I thank them very much for the job they have done, and thank you. وتعمل وتحل كل المشاكل. خلينا نجيب لكم الرؤيه
المهم هي الإرادة السياسية الله تعالى. هذه الإرادة السياسية هي المهمة. This political will, this is very important thing which we depend on much more than the instrument. The instrument they will do, but in absence of political will, I don't think the mechanism will. But I think with the high spirit that we have and this political will we have now to create peace between the two countries, I think all these mechanisms can work and can solve all kinds of problems between the two countries and create a very positive atmosphere to have good relations between the two people in the two countries. Thank you.